بسم الله الرحمن الرحيم. قامت كتائب التابعة للواء التوحيد صقور التوحيد وجنود سليمان وفرسان التوحيد ودرع الشعار والمعتصم بالله بالسيطرة على الشارع المتاخم لسوق العتمة، وهذا هذه اللائحة تدل نحن أين. نشرنا القناصة بفضل الله وقتلنا العشرات. نعدكم يا أخواننا في حلب إن شاء الله سيتم تحرير سوق العتمة في صباح الغد إذا قدرنا الله وإذا أحيانا. غدا في الصباح سيتم تحرير سوق العتمة والعواميد بالكامل عهدا علينا، ونقسم على ما نقول. تكبير يا شباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.